لبنان يحتفل بالذكرى 17 للانتصار عام 2006. المقاومة تتعاظم وجيش الاحتلال إلى مزيد من الانحدار. الموت على المازلة. الأسرى الإداريون يلوحون بالتصعيد وصولا إلى الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. السلطات الإيرانية تعلن اعتقال 10 متورطين في الاعتداء الإرهابي على مرقد أحمد بن موسى الكاظم في شيراز، وتقول إن المنفذ يحمل الجنسية الطاجيكية. المجلس العسكري في النيجر يقرر محاكمة الرئيس المعزول بتهمة الخيانة ويوافق على المحادثات مع إيكواس، ورئيس الوزراء يقول قادرون على تجاوز العقوبات. بوتين يؤكد استعداد روسيا لتعميق الشراكة والتعاون مع جميع الدول التي تدافع عن مصالحها، ووزير الدفاع الصيني يزور موسكو ومينسك لتنسيق التعاون. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع عبد الله ظاهر. مرحبا عبد الله. مرحبا آلاء. في اقتصاد الظهيرة لليوم، قلة الأمطار والجفاف يهددان زراعة العراق، وخسائر المزارعين تبلغ 400 ألف دنم من جراء التغير المناخي بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وموجز أخبار الرياضة في الظهيرة معك علي خليفة. مرحبا علي. مرحبا مروان. في أخبار الرياضة في الظهيرة، ارتفاع عدد نجوم الصف الأول العالميين في السعودية بعد رونالدو النصر وبنزيما الاتحاد، يستعد نيمار لارتداء قميص الهلال. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في الظهيرة، ونبدأ من لبنان الذي يحيي اليوم ذكرى انتصاره التاريخي في عدوان تموز في نصر تعاظم صداه على مدى 17 عاما. نعم مروان، هو انحدار تؤكده المعطيات التي تعرضها وسائل أعلام الاحتلال نفسها، وجديدها المخاوف من انهيار الجيش الإسرائيلي واتساع حملة رفض التجنيد من الاحتياط إلى الجنود العاديين، ضمن تغطية النصر يتعاظم التي توثق الانتصار التاريخي للمقاومة على العدوان. ننتقل إلى الزميل محمد زيني في جنوب لبنان، حيث ينضم إلينا في نافذة نطل فيها أكثر على هذه الذكرى. مرحبا محمد. مرحبا آلاء، مرحبا مروان، مرحبا بكم مشاهدينا. فعلا ففي مقابل قوة المقاومة المتعاظمة يبرز الانحدار الإسرائيلي، فنرى الأزمات الداخلية لفحت جيش الاحتلال، حيث لم يعد جيش المواطن كما أريد له، الذي تحول جيش الاحتياط فيه إلى رأس حربة ضد الخطة القضائية، والتي قسمت بدورها الجيش وقسمت ظهر كفاءته. لنتابع. لم يخطر على بال كثيرين في إسرائيل أن يتحول الجيش الإسرائيلي بهذه السرعة من بقرة مقدسة إلى كيس ملاكمة، أو أن ينقلب في ليلة وضحاها من بوتقة سهر اجتماعي إلى حلبة توترات ثقافية وسياسية، في موازاة تحوله إلى حقل رماية في خضم الحرب الضروس الدائرة حول خطة الإصلاحات القضائية. وبالتوازي مع تحول الجيش الإسرائيلي إلى رأس حربة في صراع الرؤى المتناقضة بشأن وجه إسرائيل وتوجهاتها عبر استخدام السلاح الفتاك المتمثل برفض الخدمة التطوعية في الاحتياط، برزت الخشية من تسلل عدوى الرفض أيضا إلى الجيش النظامي، وتعالت الأصوات المحذرة من انجرار الجيش إلى مزيد من الانغماس في مستنقع السياسة الداخلية. ويبدو أن أكثر ما يشغل بال المراقبين في إسرائيل هو الخشية من الانقسامات داخل الجيش، ولا سيما الانقسامات بين الوحدات فيما بينها، الأمر الذي وصل إلى حد التشكيك بمؤازرة بعضها بعضها في ساحة المعركة ضد الأعداء، وصولا إلى الحديث عن بوادر ضرر في كفاءة الجيش واستعداده للحرب بعد الإقرار بتضرر وحدته وتماسكه الداخليين.
يزداد القلق من إلحاق ضرر محتمل لكفاءة الجيش للحرب في الأسابيع المقبلة. وفقا للتقديرات، فإن مزيدا ومزيدا من الطيارين وجنود من الاستخبارات والاحتياط سيعلنون في الأسابيع المقبلة أنهم لن يمتثلوا. وتقدر جهات أمنية أننا سنبدأ في رؤية تأثير هذا الأمر في جاهزية الجيش للحرب خلال الشهرين المقبلين. وفيما كثرت إشارات الخبراء والمعلقين إلى أن الضرر الذي أصاب تكتل الجيش وكفاءته سيحتاج إلى سنوات طويلة لإصلاحه، توالت التحذيرات من أن أزمات الجيش الإسرائيلي لن تنتهي بانتهاء احتجاج الاحتياطيين، وأن المشكلات في جيش الاحتياط أبعد مدى بكثير من مشكلة الكفاءة التي من المتوقع أن تتغلغل أيضا إلى صفوف الخدمة الدائمة، وقد تؤثر في المدى البعيد في أصل حافزية التجند والتطوع في الخدمة العسكرية. تزامنا مع هذه الذكرى، جالت كاميرا الميادين على الحدود اللبنانية الفلسطينية في منطقة تسمى الهرمون في خراج بلدة رميش الحدودية، التي وثق الإعلام الإسرائيلي جولة فيها لعدد من المقاومين قبل أيام. لنتابع. هذه المنطقة التي تظهر الآن بعدسة الزميل ربيع معماري، يعني قد نشاهد صورا من الجانب الآخر وزعت قبل فترة من الإعلام الإسرائيلي لعناصر المقاومة، يعني من دون هلع من دون خوف بطبيعة الحال، بمضللين بمعادلات أرساها نصر تموز في العام 2006، وبالتالي بات الوصول إلى السياج الحدودي. طبعا هنا منطقة، هناك ألغام، هناك إشارات وضعتها قوات اليونيفيل، لكن هذا لا يمنع من هم أولاد الأرض ومن هم يعني متشبثون بهذه الأرض ومزروعون فيها منذ انطلقت المقاومة، يعرفون كل شبر في هذه المنطقة. الآن سنكون مع شبكة مراسلينا في أنحاء مختلفة من لبنان وخارج لبنان. نبدأ من الضاحية الجنوبية لبيروت مع مراسل الميادين الزميل حسان الرفاعي، كذلك سيكون معنا الزميل عباس الصباغ من موقع العباد في بلدة حولة، هو معنا من جنوب لبنان، كذلك سيكون معنا مدير مكتب الميادين في واشنطن الزميل منذر سليمان. نبدأ منك حسان الرفاعي ونسأل، كيف يحيي أهالي الضاحية الجنوبية هذه الذكرى في هذا اليوم؟ أهالي الضاحية كيفما تنظر هنا في المنطقة لا ترى إلا وجوه ضاحكة باسمة مستبشرة بالخير. الجميع ينتظر خطاب سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله مساء اليوم، الذي من المتوقع أن يقف عند نقاط أساسية ليكشف المزيد من تحضيرات المقاومة لأي مواجهة مقبلة مع إسرائيل. اسمح لي أن أتحدث قليلا عن النقطة التي نتواجد فيها. هذه النقطة هي نقطة حيوية في ضاحية بيروت الجنوبية، إذ يمتد هذا الجسر خلفنا، الجسر الذي يقطع الضاحية بكاملها، وهو كان من أول النقاط التي ضربها الجيش الإسرائيلي مع انطلاق حرب تموز. تعود مبررات الجيش الإسرائيلي إلى قطع الطرقات هذه وضرب الجسور، كانت محاولة منه لقطع الطريق أمام المقاومة التي كانت يعني التي اختطفت الجنديين والتي حاولت نقلهما إلى منطقة مختلفة. حاول الجيش الإسرائيلي قطع هذه الطرقات، منع المقاومة من القيام بهذا العمل، إلا أن كل ما قام به باء بالفشل، وكما بات معلوما يعني بقي الأسيرين بيد حزب الله حتى انتهت الحرب وسلم بعض التفاوض، ونالت المقاومة ما كانت تطلبه، أي تحرير الشهيد سمير القنطار. هذه النقطة كرست في الوعي الشعبي في ضاحية بيروت الجنوبية، إذ أن هذا الطريق الذي نقف بجانبه هو طريق الشهيد هادي نصر الله، بالإضافة إلى هذه النقطة التي شهدت استشهاد العديد من المواطنين خلال الحرب بعد الضربات المتلاحقة لهذه النقطة، حتى كرست المقاومة هذه النقطة عبر إطلاق هذه التسمية على النقطة التي تقع خلفنا، ميدان شهداء المقاومة، وأقيم نصب تذكاري. عندما نتحدث عن شهداء المقاومة لا نتحدث فقط عن الأبطال الذين حملوا السلاح بوجه العدو الإسرائيلي أو بوجه الجيش الإسرائيلي، بل نتحدث أيضا عن المواطنين، عن المدنيين الذين رفضوا أن يخرجوا من الضاحية، رفضوا أن يخافوا حتى
خلال فترة الحرب هذه أصروا على موقفهم، بقوا إلى جانب المقاومة التي انطلقت من قلوبهم ومن أجسادهم. هم قوام هذه المقاومة ولم يبتعدوا عنها لبرهة حتى. يعني عندما نقف في هذه النقطة ننظر حولنا إلى ما كانت عليه الأمور بعد حرب تموز وإلى ما باتت عليه الأمور، نعلم علم اليقين وهو ما استمعنا إليه في حديث أجريناه مع عدد من المواطنين هنا، بأنهم لديهم يقين بأن النصر آتي وبأن حرب تموز هي مقدمة لما هو آت في المستقبل، ومنه تحرير القدس، الأمر الذي تحدث عنه أمين عام حزب الله. نعم حسان، وننتقل مباشرة إليك عباس الصباغ، أنت في حولة عند موقع العباد، ما رمزية المكان الذي تتواجد به؟ موقع الشيخ عباد للزمان إيضاح. نعم، موقع العباد. تحية لك زميل محمد وللزملائين حسان ومنذر ومشاهدي الميادين الأكارم. بطبيعة الحال هذا الموقع يعني له حكاية، كيف تم عندما تم رسم الخط الأزرق أو ما يعرف بخط الانسحاب، أن هناك مقام للشيخ عباد، يعني وقسم إلى قسمين، قسم في الأراضي اللبنانية وقسم في الأراضي المحتلة. لكن القصة ليست هنا في هذا الموقع، في هذا الموقع يعني ترجمة لمعادلات يعني أرستها المقاومة بعد نصر تموز. عادة يعني المواقع العسكرية هي يعني لديها منوط بها يعني أن تكون محصنة بذاتها وبعناصرها وبعتادها، لكن في هذا الموقع بدأ يعني جيش الاحتلال بتحصين هذا الموقع عبر بناء جدار اسمنت. طبعا هنا صور الشهداء محمد وأحد الجنود، جنود جيش الاحتلال موجود في هذا الموقع لما كان في المكان المتواجدين فيه. لكن هذا الموقع قبل نحو أسبوع من الآن، وعلى الرغم من كل هذه التجهيزات التقنية والكاميرات وكاميرات المراقبة التي تعمل على مدار الساعة، عمد جيش الاحتلال إلى بناء جدار إسمنتي لحماية موقعه. هذا الموقع المدشم، يعني دشم إسمنتية ويعني أشغال من الإسمنت، هي يعني لا يخترقها أي نوع من أنواع الأسلحة على ما نعتقد بخبرتنا القليلة. لكن بناء هذا الجدار لفصل الموقع عن الأراضي اللبنانية يبدو يعني مستغربا، لأن الموقع العسكري لديه أو لدى جيش الاحتلال بات هناك هاجس من يعني كلمة واحدة، وهي سنعبر تيمنا بما تردده المقاومة في أدبياتها منذ سنوات، ونفذت مناورة في أيار مايو الفائت تحت هذا العنوان. وبالتالي إقامة هذا الجدار الإسمنتي بدأ قبل نحو أسبوع، قبل قليل تم يعني الانتهاء من بعض هذا البناء، وبالتالي هذا يدل بأن المعادلات التي أرستها المقاومة هي بالفعل يعني معادلات صلبة، وبالتالي ترخي بظلالها. مع الإشارة إلى أن عدد من المواطنين اللبنانيين يعني يزورون هذا المكان بشكل دوري، يعني أولا للوقوف على آخر شبر من الأراضي اللبنانية وللتأكيد بأن هذه الأرض أرض محمية من المقاومة، وبالتالي لا يمكن لأي موقع أو تدشيمات أو غيرها أن تمنع هؤلاء المواطنين الذين يعني يصلون تباعا إلى هذه المنطقة، حتى بعضهم يأتي من خارج لبنان ليصل إلى هذه المنطقة للتأكيد على لبنانية هذه المنطقة، على الوصول إلى مسافة صفر من جنود جيش الاحتلال من دون أي هلع أو خوف أو رعب. وبالتالي كل ذلك بسبب المعادلات التي أرسيت بعد الانتصار العظيم في تموز يوليو عام 2006. شكرا جزيلا لك عباس. مباشرة إلى واشنطن مع منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. منذر، انتصار المقاومة في 2006 لم يمثل فقط انكسار ميداني لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفشل ذريع في العمليات والخطط التي وضعها، بل انهار إثر الانتصار مشروع كبير كان يحضر لهذه المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية كانت الداعم الأبرز، وهو مشروع الشرق الأوسط الجديد. كيف تتعاطى الولايات المتحدة دوائر القرار بها مع مخرجات انتصار تموز أو ما ترتب بعد انتصار تموز 2006؟ في الواقع حرب تموز يجب أن ينظر إليها بأنها حرب أمريكية وليست حرب إسرائيلية، يعني حرب أمريكية إسرائيلية على لبنان والمقاومة، وكما ذكرت كونداليسا رايس بأنها كانت ترغب في تكوين شرق أوسط جديد بعد غزو الأمريكي للعراق وجاء ترتيبات في العراق، كانت تنشد إخراج سوريا من لبنان، إخراج الجيش السوري من لبنان وتدمير المقاومة وخلق
منطقة عازلة من جنوب الليطاني بشكل كامل للحماية الإسرائيلية، وكما وجدنا لاحقا في قرار مجلس الأمن 1701 الذي أدى إلى زيادة عدد قوات الأمم المتحدة وإلى انتشار الجيش اللبناني، كانت الولايات المتحدة حتى اللحظة الأخيرة تحاول تمديد الحرب وإعطاء فرصة للقوات الإسرائيلية لكي تحقق إنجازا. وعندما سعت القوات الإسرائيلية لتحقيق إنجاز ما، جرى تدمير دباباتها في وادي الحجيرة، وكلنا نعرف ما جرى. إذن الولايات المتحدة كانت، صحيح أن شرارة الحرب انطلقت بسبب عملية ورد فعل إسرائيلي، ولكن كانت تخطيط قائم لتدمير المقاومة كليا، يعني إيجاد منطقة عازلة جنوب الليطاني تسيطر عليها إسرائيل عبر تواجد قوات أمم المتحدة وانتشار الجيش اللبناني. المفيد أيضا التذكير بأن هناك إحصائية لحوالي 440 على الأقل مرة استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القنابل العنقودية في لبنان، وكلنا نعرف ماذا جرى بعد ذلك من جهود جبارة لمحاولة إزالة القنابل العنقودية، بالإضافة إلى تزويد الولايات المتحدة أيضا قنابل خارقة في محاولة ضرب ما كانت تعتبره تحصينات لحزب الله، أو محاولة اغتيال القيادة وخاصة سماحة السيد نصر الله. إذن الولايات المتحدة كانت فعلا هي العنصر الحاسم في توجيه هذه الحرب، وهي تلقت الهزيمة الساحقة لمشروعها في المنطقة، وجعلت ليس فقط المقاومة كانت قوة عرقلة آنذاك للمشاريع الأمريكية، إنما تحولت إلى قوة مانعة لتحقيق المشاريع الأمريكية في المنطقة. ولذلك يعني هناك تقديرات بأنه ما جرى بما يسمى بالربيع العربي كان محاولة للرد على الهزيمة المنكرة التي لحقت بالولايات المتحدة وحلفائها. أيضا علينا أن نتذكر بأنه الولايات المتحدة كانت تحاول جاهدة تركيز حكومة السنيورة في لبنان ومحاولة دعمها، والهدف المركزي كان هو أيضا إضعاف حزب الله، ولا بل حتى كانت الخطة لتصفيته وتصفية قدراته العسكرية. شكرا جزيلا لك منذر سليمان، مدير مكتب الميادين في واشنطن. الشكر موصول للزميلين حسان الرفاعي كان معنا من ضاحية بيروت الجنوبية، والزميل عباس صباق كان معنا من جنوب لبنان من حولة. لم يكن انتصار تموز في نظر التونسيين ملحمة لتصحيح تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل أسس لتحول نوعي في المقاومة شكلا وتنظيما وقدرة على تسديد ضربات موجعة للاحتلال، ما يقيم الدليل على أن المقاومة هي الخيار الأمثل لمن يتوق إلى الانعتاق من قيود التبعية. نتابع التفاصيل مع عماد شطارة. في عرض البحر في مقابل بيروت البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية، انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة. انتصار رفع رؤوس أحرار الأمة من المحيط إلى الخليج، محى من نفوسهم خيبات نكسات سابقة في الصراع العربي الإسرائيلي، وعزز لديهم الأمل في قدرة التيار المقاوم على هدم بيت العنكبوت واستعادة الحق المسلول. 2006 يجب أن يبقى علامة فارقة في تاريخ المقاومة وفي تاريخ الأمة، نستمد منها أولا وهج الصمود والمقاومة، ثانيا نستمد منها الأمل بأنه نعم يمكن أن ننتصر على العدو، يمكن أن نزيل العدو. معادلة المقاومة بمبادئها وأسلوبها وتقنياتها كانت عام 2006 مفتاح النصر والسيادة، لتصبح بعد انتصار تموز منهاجا يقتدى لدى التيار المقاوم في فلسطين وسوريا واليمن والعراق وإيران لضرب المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة ودحر الإرهاب التكفيري والدفاع عن مقدسات الأمة.
لو كانت كل الأوطان في أي مكان من العالم بما في ذلك في أمريكا الجنوبية وفي آسيا وفي أفريقيا كلها على هكذا معادلة لما كان ثمة حروب إرهابية ولما كان ثمة حروب طائفية ولما كان ثمة حروب أهلية ولا عدوان خارجي. وبالتالي انتصار تموز كتاب مفتوح لتصفية الاستعمار بالأمس واليوم وغدا. حلف القدس اشتد عوده وامتدت رقعة نفوذه بعد 17 سنة على انتصار تموز، ليرتفع أيضا سقف وعيده، ما يؤشر إلى أن أي مواجهة مرتقبة مع الكيان الغاصب قد تكون حاسمة في اقتلاعه من الوجود. باستبسالها في الدفاع عن الأرض والسيادة، قدمت المقاومة اللبنانية درسا لكل من يبحث عن دحر مخططات الاستعمار والهيمنة بالتأسيس لتيار وطني سيادي لا يفاوض ولا يساوم بل يقاوم ويقاوم. عماد شتارة، تونس، الميادين. انتصار لبنان على إسرائيل في حرب 2006 يمثل بالنسبة إلى المقدسيين خطوة مفصلية انتقلت بالعرب من زمن الهزائم إلى زمن الانتصارات. انتهت من عقولنا الخوف من انه هذا الجيش مش ممكن يهزم، لا ممكن يهزم، ممكن يهزمه مش جيش عظيم جرار، ممكن يهزمه مجموعه مقاومين لا يتعدوا 4-5-6 آلاف مقاتل، لكن عندهم الايمان وعندهم القوه وعندهم الاصرار وعندهم الاصرار على النجاح وعلى الانتصار، وهذا ما حصل حقيقه. فهذه المقاومه كانت عند مسؤولياتها وكانت صامده صابره وعرفت تلقن الاحتلال درس، كان درس قاسي جدا برغم كل الافتراءات من قبل الاحتلال انهم قاموا بهذا العدوان لتطهير او تنظيف جنوب لبنان من المقاومه، فكانت النتائج عكسيه. وطبعا كمقاومه يعني كشعب لبناني احنا بنعتز فيه وشقيق بالنسبه ان كان الصمود الاسطوري اللي عمله ما حدا عمله. لم نعتبر انتصار لبناني فحسب، فهو انتصار عربي للكل العربي. المقاومة تصدت في صدرها العاري للجيش الإسرائيلي وحققت انتصار على أقوى ترسانة بالشرق الأوسط وهي الجيش الإسرائيلي، ومن هنا يعني نحيي المقاومة في دورها في حماية الأراضي العربية وفي حماية الشعوب العربية. المقاومة استطاعت أن تكسر مقولة الجيش الذي لا يقهر، صغرته لأصغر الحدود، كون أن المقاومة استبسلت وضعت حد لهذا الجيش المتغطرس اللي يفرض سيطرته على الشرق الأوسط. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النافذة، هذه عودة إلى مركز الأخبار في الميادين لاستكمال ملفات الظهيرة مع الزميلين آلاء ومروان. إليكم. شكرا لك محمد. شكرا. مشاهدينا، إلى فلسطين المحتلة، حيث واصلت قوات الاحتلال حملة اعتداءاتها الواسعة في الضفة الغربية في بير زيت ورام الله ونابلس وجنين. وقد اقتحمت هذه القوات حيي العامرية والمعاجين وبلدة قصرة في نابلس، إضافة إلى بلدة قباطيا جنوب جنين وحي رأس خميس في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة. وفي المقابل استهدف الفلسطينيون بالزجاجات الحارقة البرج العسكري عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل. في ملف الأسرى، أكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أنها تتعرض لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي. وأضافت اللجنة أن دفعات من الأسرى ستشارك في الإضراب عن الطعام وصولا إلى الإضراب الجماعي المفتوح ووقف التعامل مع العيادة ووقف تناول الدواء والعصيان والتمرد، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار توسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي
بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول سبتمبر الماضي. هذا وأشارت اللجنة إلى أن الممارسات بحق الأسرى تتم بأوامر الشباك بحجج ومبررات واهية، إذ يجري تحويل الكثيرين منهم من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري. إلى ذلك، حملت وزارة الأسرى والمحررين في غزة حكومة بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن عواقب سياساتها العنصرية المتصاعدة بحق الأسرى. وخلال وقفة دعم للأسرى الإداريين والمعزولين، أكدت الوزارة دعم الشعب الفلسطيني بكل فئاته للمعركة النضالية التي بدأها الأسرى الإداريون رفضا لانتهاكات الاحتلال. طبعا السجون تشهد حالة من الاحتقان والتوتر كبيرة نتيجة إجرام وممارسات الاحتلال ضد الأسرى داخل السجون المتواصلة، وخاصة قضية تكثيف الاعتقالات الإدارية داخل السجون، وتكثيف حالات العزل الانفرادي، وتكثيف حالات الإهمال الطبي داخل السجون. أعتقد أن الأسرى بدأوا خطوات احتجاجية وخطوات ضمن برنامج موحد من أجل خاصة مواجهة الاعتقال الإداري وهذه الكثافة. هناك أكثر من 1200 أسير معتقل إداري داخل السجون. تأتي هذه الوقفة دعما وإسنادا للمعتقلين الإداريين الذي وصل عددهم أكثر من 1200 معتقل إداري. خلال الأسبوع الماضي أعلنت لجنة الإداريين عن خطوات تصعيدية تصاعدية وصولا لإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري. هناك 13 أسير مضرب عن الطعام ضد هذه السياسة. خلال الأسبوع هذا ستتسع رقعة المضربين عن الطعام وصولا إلى إضراب المفتوح عن الطعام بشكل كامل خلال الأسابيع القادمة إذا لم تستجيب إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني لمطالب الأسرى. الاعتقال الإداري هي سياسة عدوانية، هو سيف مسلط على الرقاب الفلسطينيين ولا ينسجم مع أي قانون من قوانين الدولية والأممية. فلهذا الاحتلال الإسرائيلي خارج عن دائرة القانون وخارج عن دائرة الحقوق. معنا من غزة مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل. سيد عبد الله، بعد التحية، يعني في ظل حالة التوتر داخل سجون الاحتلال والسياسات التنكيلية بحق الأسرى وردود الأسرى على هذه السياسات وعلى سياسات الاعتقال الإداري، يزور بن كفير سجن النقب في ظل كل هذه الأجواء، ما الذي يحمله بن كفير في هذه الزيارة من إجراءات ضد الأسرى بتقديرك في البداية سيد عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للمعدين، تحية لكل أسرى الأسرى في داخل السجون الصهيونية الذين يتصدون لحملات القمع والإرهاب والتنكيل والقتل التي تصدرها المدعو بن كفير المسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني، والذي أعلن حربا منذ اللحظة الأولى لتولي هذه الوزارة المسلحة بشكل مباشر على السجون. أعلنها حربا مدوية صارخة وزار عدد من السجون. واليوم في ظل التوتر الحاصل وحالة الاستنفار والطوارئ الممتدة منذ فجر يوم أمس ولا زالت حتى هذه اللحظة بعد أن قامت قوات معتقل للنقب الصحراوي باقتحام قسم 26 وتفريغ قرابة 60 أسير من هذا القسم ونقل أعداد منهم لأماكن مجهولة والاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب والضرب المبرح والتعذيب والتمكين الجسدي، ومن بينهم أسرى مرضى وأسرى كبار في السن وقيادات فلسطينية وازمة وقوادر الحركة الوطنية الأسيرة. اليوم طلعنا المتطرف بن كفير رأس الحرب والإرهاب بهذه الزيارة الاستفزازية الغاشمة والتي تعبر بالأساس عن مدى أزمة هذه الحكومة الصهيونية التي باتت تستأسر للأسف الشديد على مجموعة من الأسرى لا يعرفون من أمرهم شيئا. بن كفير بالتأكيد هو أداة قادرة بيد المجرم الأكبر نتنياهو، والذي يعطي أيضا الضوء الأخضر لاقتحام السجون ويطلق اليد الآثمة والمجرمة لهذا الوزير الصهيوني المعروف بعنصريته بسلبيته بإجرامه، والذي مكانه قفص الاتهام والمحاسبة والملاحقة، ولكن في ظل غياب العدالة الدولية للأسف الشديد. طب سيد عبد الله، إذن يعني حالة الغليان والغضب تتصاعد داخل سجون الاحتلال. هنا الحركة الأسيرة وهي يعني لها خبرة طويلة في إدارة معركتها مع السجان، مئات المعارك قادتها هذه الحركة في سجون الاحتلال. اليوم كيف تدير الحركة الأسيرة المعركة داخل سجون الاحتلال؟ إلى أين تتجه الأمور ونحن نتحدث عن خطوات تصعيدية كثيرة عمليا؟ بالفعل هناك لجنة طوارئ عليا مشكلة من قبل قيادة وكوادر فصائل العمل الوطني الإسلامي في داخل السجون من كافة أطياف اللون الفلسطيني،
وهذه اللجنة تقود المشهد بكل حكمة وبكل اقتدار وبكل قوة، وهي أعلنت عن مجموعة من الخطوات النضالية والتصعيدية سابقا، وأعتقد أنه في الوقت القريب سنكون أمام استحقاقات كبرى. الآن هناك أعداد المعتقلين الإداريين وصلت إلى 1200 معتقل إداري، لدينا منهم 13 أسيرا مضربا عن الطعام، وهناك برنامج لنضال تصعيدي بدأ قبل أيام وصل تصاعد، ونحن أمام لربما في وقت قريب إضراب موسع عن الطعام يشارك به بدفعة أولى 300 معتقل إداري مضرب عن الطعام رفضا لهذه السياسات. وكل ذلك يعني يأتي في سياق البرنامج النضالي والوطني والذي لا يكاد يتوقف أمام جرائم الحرب الصهيونية المتواصلة والمستمرة بحق الأسرى. الحركة الوطنية الأسيرة بخير هي تجابه وتواجه، رغم أنه لا توجد لديها إمكانات أخي الكريم حتى لا نبالغ، هي الإمكانات سطرية، لكن هناك سلاح الإرادة والذي يتمتع به الأسير الفلسطيني، والتجارب أثبتت باختصار، والتاريخ يقول بأن الأسير الفلسطيني استطاع في محطات كثيرة أن يسطر انتصارات مدوية وتاريخية على السجال، لأنه يدرك أنه خلفه مقاومة تحميه وخلفه يعني بعد مقاوم قادر على رد الصاع صاعين إن وصلت الأمور لنقطة الصفر والمرحلة التي الآن بدنا نحذر منها، لأن هذا التغول وهذه الزيارة الاستفزازية صارت أنه زيارة يكاد يكون لا قيمة لها، لكن كل هذا الخراج الاستفزازي من قبل حكومة القتل والإرهاب، هذه الحكومة اليمينية الفاشية ستقود بالتأكيد ليس فقط السجون ولكن إلى أبعد من ذلك. نتوقع أيضا أن تحرج المعركة من داخل إلى خارج السجون، لأنه لا يمكن لأحد من أبناء الشعب الفلسطيني وبالطبيعة المقاومة الفلسطينية الباسلة أن تقف متفرجة أو صامتة أو مكتوفة الأيدي أمام هذا أمام هذه المسألة والخطة الصهيونية وهذا الإجرام الذي بات يحصد أرواح الأسرى. والآن يعني نعم نشاهد حملة والتنفيذ المتواصلة من قبل هذه الحكومة الصهيونية. مدير جمعية وعد الأسرى والمحررين من غزة عبد الله قنديل، شكرا لك. إلى إيران، حيث تتواصل التحقيقات مع منفذي الاعتداء الإرهابي على مرقد أحمد بن موسى الكاظم في مدينة شيراز والذي تبناه تنظيم داعش. نعم، لا، وقد أعلنت السلطات اليوم توقيف 10 متورطين في الاعتداء الإرهابي، وقالت إن المنفذ هو من الجنسية الطاجيكية، وكان الاعتداء قد أدى لاستشهاد شخص وإصابة عدد آخر بجروح. وأشار نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتضاي خوراسكاني إلى أن اجتماعا طارئا سيعقد في البرلمان لبحث هذا الهجوم. وأكد قائد حرس الثورة في محافظة فارس اعتقال منفذ الاعتداء. أطلق أحد الأشخاص النار من خارج الضريح ودخل الممر خلفي وعلى بعد خطوات قليلة من المكان الذي نقف فيه، ثم تم القبض عليه. ما يمكنني قوله إنه حتى الآن هناك 7 جرحى، ووفقا لهيئة الطوارئ فقد استشهد شخص واحد. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. البرهان في عيد جيشه، السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه، وحميدتي يرغب في الهيمنة على مقدرات البلاد. من جديد أهلا بكم. نستأنف الظهيرة من السودان، حيث أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، وشدد على أن الجيش السوداني يحاول الوصول إلى صيغة سياسية عادلة ومقبولة وصولا إلى مرحلة إجراء انتخابات حرة. بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث مصير شعبنا الذي ظل منذ 15 من أبريل الماضي يواجه بالصبر وإيمان أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب على أيدي ميليشيا المتمرد الخاين حميدتي وأعوانه، الذين قادوا أكبر ظاهرة قامت على التضليل والكذب والخداع وتزييف الحقائق وشراء زمم الناس في تاريخ هذا البلد تحت لافتة وراية زيف مؤسسة تسمى بالدعم السريع. إلى أفغانستان، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 8 من جراء انفجار في أحد الفنادق وسط مدينة خوست شرقي البلاد. السلطات المحلية أشارت إلى أن الضحايا هم لاجئون من منطقة وزيرستان الشمالية، وفيما لم تتوافر أي تفاصيل رسمية عن طبيعة التفجير بعد.
أفاد شهود بأنه ناجم عن قصف بواسطة مسيرة استهدف عددا من قادة جماعة طالبان في باكستان. في ملف النيجر أكد رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر علي الأمين زين أن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة إيكواس. وأعرب زين عن تفاؤله بالمحادثات المرتقبة، حيث من المفترض أن تصل لجنة إيكواس إلى عاصمة النيجر نيامي خلال الأيام المقبلة. وفي السياق، نقل وسطاء نيجيريون عن تياني تأكيده استعداده لحل الأزمة عبر الحوار. إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء قدرة المجلس العسكري على تجاوز العقوبات. المجلس العسكري في النيجر أكد عزمه على محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد. على أي حال، قامت حكومة النيجر بجمع الأدلة اللازمة لمقاضاة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر بعد علاقته برؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية. ميدانيا، أعلنت القيادة العليا للحرس الوطني في النيجر في بيان عن مقتل 6 جنود وعشرة إرهابيين خلال معارك في غرب البلاد. البيان مروان أشار إلى أن الجنود تعرضوا لكمين خلال ملاحقتهم إرهابيين في مدينة سنام غرب البلاد، مضيفا أن 10 إرهابيين قتلوا خلال عمليات جوية وبرية نفذها الحرس الوطني النيجيري لتمشيط المنطقة، ما ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف الإرهابيين. والآن مشاهدينا إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتطوير الشراكة التكنولوجية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى وكل من يدافع عن مصالحه الوطنية وطريقه المستقل للتنمية. بوتين وخلال افتتاح منتدى الجيش أوضح أن موسكو من خلال المنتدى تعرض على شركائها مجموعة واسعة من الأسلحة الحديثة، مؤكدا أن بلاده تعمل على تطوير التعاون في مجال التدريب وتعليم العسكريين وتنظيم مناورات مشتركة. هذا ويشارك في المنتدى 80 منظمة أجنبية مقارنة ب 32 منظمة العام الماضي. إلى ذلك، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في المناسبة ذاتها إن الأسلحة الروسية تثبت جدارتها في أوكرانيا، وخلال المعرض الذي حضره وزير الدفاع الصيني الذي وصل روسيا في جولة ستقود إلى بيلاروسيا، لفت إلى أن الغرب يبالغ في الدعاية لأسلحته التي ثبت أنها بعيدة كل البعد عن المثالية كما قال. وكان شويغو قد اطلع على أحدث أنواع المسيرات والمروحيات وأسلحة الطائرات الروسية. في غضون ذلك، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لسفن حربية في المحيط المتجمد الشمالي وهي تغادر قاعدة سفيرومورسك. ووفقا للوزارة، يقوم الأسطول الشمالي الروسي بمناورات وتدريبات عسكرية في المحيط المتجمد الشمالي ومناطق طريق البحر الشمالي. وكانت سفن الأسطول الشمالي قد غادرت القاعدة ومرت بخليج كولا للتجمع في بحر بارنس. من جهتها، أكدت الصين استمرار تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو. المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وونبين أشار في تصريح له إلى أن رئيسي الصين وروسيا يحافظان باستمرار على الحوار الاستراتيجي بأشكال مختلفة مع وجود أجندة مزدحمة في جميع المجالات، وأضاف أن البلدين يعملان باستمرار على تعزيز التعاون الثنائي فيما تجري مناقشة حزمة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. والآن إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة مع عبد الله ظاهر. مرحبا عبد الله. مرحبا آلاء، مروان وعلي.
أهلا بكم. أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن العراق يفقد نحو 400 ألف دنم من الأراضي الزراعية سنويا بسبب التغيرات المناخية والجفاف وقلة تساقط الأمطار. وبحسب البرنامج صنف العراق في المرتبة الخامسة بين أكثر الدول عرضة للتأثر بالتغير المناخي، إذ وصلت الحرارة إلى 55 درجة. قلة الأمطار تسببت بانخفاض تدفق المياه في نهري دجلة والفرات بنسبة زادت على 30%، ما أدى إلى انخفاض كمية المياه فيهما. بريطانيا خسرت 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال عام 2022، هذا ما خلص إليه مركز أبحاث Resolution Foundation. وبحسب البحث المقدم فإن إضرابات كثيرة جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9%. ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الأطباء الشبان في بريطانيا إضرابا عن العمل مطالبين بتحسين الأجور. ارتفعت عائدات مبيعات النفط الروسي في شهر تموز يوليو إلى 15 مليارا و300 مليون دولار على الرغم من تراجع حجم الصادرات. وأوضح تقرير لموقع أويل برايس أن صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات المكررة بلغت 7 ملايين و300 ألف برميل كل يوم، أغلبها إلى الصين والهند. وقد أسهم ارتفاع أسعار النفط وتضييق الفرق في أسعار الخام الروسي إلى ارتفاع قيمة الصادرات. وفي السياق، انخفضت أسعار النفط في بدء تعاملات اليوم الاثنين في ظل ترقب الأسواق للبيانات الصينية في شأن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. الصين هي أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، ويمثل النشاط الاقتصادي عموما والصناعي خصوصا عاملا مهما لتحريك سوق النفط. وتراجعت العقود الأجلة للخامين العالميين برنت وغرب تكساس بنسبة 1% في انتظار البيانات التي تؤكد تعافي الطلب من الصين تحديدا. بلغت إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية في ليبيا خلال الربع الثاني للعام الحالي نحو 5 مليارات دولار. وتوزعت العائدات الإجمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي بواقع 1,686,000,000 دولار خلال شهر نيسان أبريل، و1,661,000,000 دولار خلال أيار مايو، و1,653,000,000 دولار خلال حزيران يونيو. وتخطط ليبيا لزيادة إنتاجها إلى 2 مليون برميل بحلول عام 2027. تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة 2,200,000,000,000 دولار في النصف الأول من العام الحالي، وفق ما كشفت منصة ستاتيستا المتخصصة بالإحصاء والتحليل المالي. وبحسب المنصة تمثل هذه الأرقام 60% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم. وتوقعت أن تتجاوز المبيعات عبر الهواتف المحمولة 3,400,000,000,000 دولار عام 2027. في الخبر الأخير، أظهرت تقارير أن اقتصاد جنوب أفريقيا ربما يكون قد تمكن من تجنب الركود خلال الربع الثاني على الرغم من انقطاع الكهرباء فترات طويلة والمعوقات اللوجستية وتداعي ثقة المستهلكين. وتشير التقديرات إلى أن ثبات نمو الاقتصاد مقارنة بالربع الأول ومقارنة بالتوقعات في تموز يوليو الماضي بانكماش الاقتصاد بنسبة 0.1%، وساهم إنتاج التعدين والإنتاج الصناعي الأفضل من المتوقع في تعديل كل هذه التوقعات. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليكم آلاء ومروان. ونختم من إيطاليا، حيث نفث بركان إتنا في صقيليا حمامه من جديد، وذلك بعرض مذهل للانفجارات البركانية. وبعد زيادة النشاط، أصدرت وكالة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية بيانا رسميا قالت فيه إن المنطقة دخلت في مرحلة إنذار مسبق، ما يشير إلى احتمال ازدياد هذه الحمام البركانية. بركان جبل إتنا هو البركان الأعلى والأكثر نشاطا في أوروبا، ولديه أطول تاريخ موثق به أو للانفجارات بين جميع البراكين، مع سجلات يعود تاريخها إلى عام 425 قبل الميلاد. وللمزيد من الأخبار والتقارير دائما زوروا صفحات الميادين على الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.
شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله. في أمان الله.